بعد عام على انطلاق عاصفة الحزم يفضل البعض العودة إلى تساؤلات البداية، ما هي أهداف التدخل العربي في اليمن؟ وهل تحققت هذه الأهداف بعد عام من العمليات العسكرية؟ عند انطلاق العملية كانت قيادة التحالف قد لخصت أهدافها بالعمل على استعادة الدولة اليمنية وإعادة السلطة الشرعية. لا يمكن الجزم أن هذا الهدف قد تحقق الآن مع بقاء سلطة الانقلاب في العاصمة صنعاء وسلطة الشرعية في الخارج واستمرار الميليشيا بالحرب على مختلف الجبهات. كما لن يكون من المنطقية التقليل من أهمية ما أنجزه التدخل العربي في اليمن على الصعيدين العسكري والسياسي. في المسار العسكري كانت عمليات التحالف هي الرافعة الرئيسية لانتصارات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي استعادت عددا من أهم المدن اليمنية على رأسها عدن وتعز ومأرب، وأصبحت الميليشيا محشورة في منطقة لا تتعدى مساحتها ربع اليمن. وإن كانت لا تزال قادرة على خوض الحرب في مناطق أبعد كما يحدث على طول الخط الذي كان يمثل في السابق حدودا فاصلة بين شطري اليمن من تعز إلى البيضاء مرورا بمناطق دمت وقعطبة، هذا التراجع والانهيار الذي حدث للآلة العسكرية للميليشيا مكن من الحديث عن حل سياسي للأزمة اليمنية، وهو ما يشير إليه التقدم المحرز خلال الأيام الماضية على صعيد الاتفاق على العودة إلى البحث عن حل سياسي يقوم على أساس إنهاء الانقلاب وانسحاب الميليشيا من المدن وتسليم السلاح الثقيل أو ما تبقى منه، ومثل هذا الأمر لم يكن واردا قبل هذا التدخل. لم تنتهي عمليات التحالف بعد، ولكن استمرار الحرب وتباطؤ العمليات العسكرية مع التكلفة الكبيرة التي دفعها اليمنيون خلال عام من الحرب يجعل من التساؤل عن هدف التدخل العربي في اليمن تساؤلا مشروعا الآن أكثر من أي وقت مضى.